لو جاز لينا التعبير فهو الصوت الأعلى هذه الأيام هو صوت المصري، صوت الناخب المصري. ده بالتأكيد على فكرة مش صوت ناخب مصري، هو صوت المواطن المصري اللي بيثبت على فكرة حضوره بامتياز في هذه الملحمة الوطنية، بصرف النظر على فكرة عن صوته ورايح لمين من المرشحين الأربعة. أنا بقول لك هذا الحضور الكثيف والمبكر من الساعات الأولى من صباح أمس وبيستمر النهاردة وهيتواصل بإذن الله تعالى لبكرة، بيؤكد تماما على فكرة معدن الشعب المصري، الشعب المصري الأصيل اللي قد التحدي على فكرة ومش محتاج معلم. يمكن قال الرئيس خالد الذكر الرئيس جمال عبد الناصر إن الشعب المصري هو معلم، الشعب المصري بيثبت على الدوام إن رغم كل التحديات والمشاكل اللي بيقابلها والمشاكل الحياة والشغل والسعي ولقمة العيش، إنما في الآخر على فكرة لما بيحس كده إن في ألارم وفي استدعاء وطني من مصر ليه ببص ليه حاضر بامتياز. يعني الحشود اللي احنا شفناها امبارح مع الساعات الاولى من التصويت واللي استمرت على مدار اليوم امبارح 12 ساعه واللي بدات النهارده من ساعات قليله ومستمره على مدار اليوم، المشهد ده بيؤكد تماما هذا الوعي الفطري لدى المواطن المصري اللي مش محتاج حد يوجهه يقول له روح فين وتعالى منين. انا معجبه جدا بوصف حضرتك انه وعي فطري، لانه المواطن المصري طول الوقت لو عنده صفه اساسيه فيه على مر العصور وعلى مر الازمنه ان هو عنده وعي. او عايز اقول لك ده المصري اللي بتتمتع بيه الدوله المصريه. يمكن احنا شفنا على فكره على حدودنا الشرقيه والغربيه والشماليه والجنوبيه دول بتذوب كدولة مؤسسات، بتلاقي مؤسسات بتتلاشى في ساعة زمن. احنا في مصر على فكرة مصلها وحمايتها وواقيها اساسا الشعب المصري، الاول ما يستشعر اي خطر بيواجه الدولة المصرية ببص تلاقيه بينسى اي حاجة وبيقدم مصلحة البلد دي واستقرار البلد دي. شفناه بعظمته في 30/6/2013 اللي هي تظل ثورة فاصلة ومختلفة في تاريخ الحياة السياسية وفي تاريخ المصريين، لان في 30/6 على وجه التحديد لما نسترجع استثارة هذا المشهد ما كانش على فكرة ثورة على هو تفتكر ان هي كانت ثورة على كهرباء منقطع على طول ولا ثورة على اوضاع اقتصادية ولا ثورة على تردي حياة معيشية لدى المصريين، كانت ثورة على ضد محاولة اختطاف الوطن ده وتغيير هويته من دولة وطنية بتجمع المصريين بكل فئاتهم وكل طوائفهم إلى دولة كانت بتخطفها جماعة. المشهد ده لازم يبقى عالق بذهن التاريخ المصري وبذهن المصريين كلهم. الشعب اللي يستشعر الخطر على دولته وينتزعها من جماعة بتختطفها تأكدي تماما ان الشعب ده تراهني عليه على طول الوقت، والرهان ده بيستمر النهاردة. احنا يمكن انا دايما بقول على فكرة انتخابات 2023 اللي هي مفترض للفترة الرئاسية اللي تبدأ من 2024 مختلفة، اختلافها على فكرة مش في تنافس مين مع مين، واختلافها مش للمصريين هيختاروا مين، اختلافها في الظروف اللي بتمر بيها الدولة المصرية والتحديات اللي بتواجهها خصوصا في الخارج.